انا ما عملتش قبل كده موضوع ان انا محامي ده، وكان بقالي كتير نفسي اعمل حاجه كده. كنت حقوق عين شمس 4 سنين وخدتهم في 4 سنين، ودي حاجه نادره طبعا، زي مش هيخذلك بشكل كبير. شئت ام ابيت، دايما اي ممثل مهما انكر دايما بيتاثر بالشخصيات اللي بيعملها. من الحلقة الأولى وهم قدروا يكونوا ترند على مواقع التواصل الاجتماعي، السوشيال ميديا كلها بتتكلم عن سر إلهي واللي بيحصل مع الست نصرة. معايا النهاردة النجم أحمد مجدي، إحنا معاه في كواليس مسلسل سر إلهي. نورني. نورك، متشكر جدا. طبعا سعيد جدا، ودايما الواحد في المشاهدة الأولى بيبقى يعني عارفة خايف شوية، يعني واحد بتفرج كده وأنا لو مش عايز اتفرج قوي، ويعني مركز الأول في الشغل، أخلص تصوير وبعدين أقعد اتفرج بروقان. بس بالنسبة لردود الأفعال أنا سعيد جدا، وببقى كمان مهتم بردود أفعال ويعني آراء قرايبي وصحابي وكده، شايفين الموضوع ده إزاي وشايفين شغل ازاي. فلحد دلوقتي الناس مبسوطة جدا، وانا مبسوط بالشخصية جدا، لان انا اصلا خريج حقوق، وكان بقالي كتير قوي اظن ما عملتش قبل كده موضوع ان انا محامي ده، وكان بقالي كتير نفسي اعمل حاجة كده. فمبسوط بده جدا، وحاسس انه ممكن يعني يبقى في حاجة جديدة بقدمها. ومؤخرا كده برضو يعني عارفة زي ما تقولي بكتشف حاجات جديدة وبجرب حاجات يعني في بالنسبة للأداء. يعني يبقى قولي، هل دراستك للحقوق ساعدتك في شخصية يحيى؟ جدا. يعني أنا كنت حقوق عين شمس 4 سنين وخدتهم في 4 سنين، ودي حاجة نادرة طبعا. زي ما انت عارف. بس يعني ده مش معناه ان انا كنت يعني شاطر ولا حاجة ولا كنت مجتهد، بس كنت بتعدي ازاي؟ كنت بحب الموضوع. بس هو فكرة رجل القانون المؤمن بالعدل، هي دي يعني البذرة اللي طلع منها الشخصية، وهي اللي هتفضل مكملة عموماً دلوقتي. حلو. طيب غير دراستك للحقوق وان يحيى برضو حقوق، ايه المشترك ما بينك وبين شخصية يحيى؟ اظن هو يعني انا دايما بدور على حاجة مشتركة فعلا. واظن هي اكتر حاجة مشتركة هي اللي هو ثابت على مبدأه، حتى لو اضطر ان هو يقدم تنازله. احكي لي كواليسك في التصوير بتكون ازاي بتتحضر لمشاهد؟ ليك طقوس معينه بتعملها قبل ما تدخل المشهد ولا لا؟ يعني احكي لنا عن. بص، الحقيقه انا دايما بحاول اهرب من السؤال ده، عشان دي زي ما تقولي كده بتبقى اسرار كل ممثل، يعني ازاي بيحضر يعني. بس هو بشكل بسيط يعني، هي الموضوع بيبدا عاده من اول الوصول، من اول واحد ما يوصل اللوكيشن. والتجهيزات اللي هي بتاعت الهير اند ميك اب وبتاع ده كل ده بيبتدي، واعاده بقى مذاكره المشهد تاني. والواحد دايما يحاول يلاقي حاجه جديده، الواحد دايما يلاقي حاجه كمان افاجئ نفسي بيها، احس حاجه فيها ممكن يبقى فيها اضافه للمشهد. هو ده اللي الواحد دايما بيحاول يعمله. حلو جدا. ده يعني تشتغل طول الوقت طول ما انت في اللوكيشن. بس قول لي، هل وقت ما بتوصل اللوكيشن بتتفاعل مع الشخصيه اللي انت بتقدمها؟ يعني ممكن تتعامل مع الناس في اللوكيشن بالشخصيه اللي انت بتقدمها، ولا بتعرف تتصفيق؟ لا ما بعملش كده، مش من نوع التقمصي وكده. شئت ام ابيت، دايما اي ممثل مهما انكر دايما بيتاثر بالشخصيات اللي بيعملها. وانا كنت زمان يعني نظريا شايف انه لا، بس الحقيقه اكتشفت انه لا، الواحد بيتاثر وبيأثر على اللي حواليه كمان. بس اللي بحاول اعمله ان انا افضل مركز بشكل نظري طول الوقت لحد لما اوصل للكاميرا. حلو. سر إلهي بتناقشوا عدة قضايا، من بينهم هي العلاقة ما بين الإخوات، العلاقة ما بين الأصدقاء، كمان تأثير السوشيال ميديا، الاهتمام بالمواضيع الاجتماعية واللي بتشغلنا كمصريين وكعرب وكبشر. يعني في الموضوع يعني احنا طول الوقت متورطين في زي ما انت بتقولي في السوشيال ميديا وفي التنافس وفي مسألة الخير والشر. فهي العمل أمين جمال ورؤوف عبد العزيز، يعني الأساتذة الروجينا طبعا، يعني في انشغال حقيقي بأنه يبقى في صبغة عصرية وجديدة، وفي نفس الوقت يقدم الحاجات اللي قريبة للناس. فده انشغال يعني فنيا في رأيي راقي جدا. حقيقي المنافسة قوية جدا السنة دي.
واعمال كتير جدا بتقدمها الشركه المتحده. قول لي متابع اي حاجه من اللي حاطه في الدراما؟ مش هقول لك انا متابع ايه خالص ولا مش هقول خالص خالص. والحقيقه ما بش بعتبر ان ده تنافس خالص، وشايف ان هو ممكن يتقال عليه تنافس شريف وكل حاجه، بس الافضل ان احنا دايما نحاول نهرب من هذه المصطلحات والصيغ، وان احنا نبقى شايفين ان دي مركب واحد للصناعه وللدراما المصريه، وان احنا المفروض الناس كلها واقفه جنب بعض، الناس كلها بتسند بعض، وانه مظله المتحده وهي اللي بتحافظ على ده وبتحركه في اتجاه ايجابي. ولانه ساعات التنافس بيعمل حاجات كتير سلبيه مش مفيده خالص. كمان شفنا فيديو شاركته الفنانه روجينا وانت بتعملها فوتوشوت. ايوه انا بحب التصوير وكده، فروجينا طبعا يعني طول ما هي واقفه الواحد عايز يصورها يعني، فما قدرتش اقاوم ده. وروجينا احنا تاني مره نشتغل مع بعض، وانا سعيد جدا جدا، هي صديقه عزيزه وحقيقيه ومخلصه وجاده وجدعه وظريفه طبعا جدا، فسعيد قوي انه بيجمعنا العمل ده مره تانية. We'll be right back.